السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق بالمجال القانوني. وقد رأينا في حصتي السابقة العفو الشامل، في حين سنرى العفو الخاص في هذه الحصة، وكلاهما يسقطان الدعوى العمومية. بطبيعة الحال يوم العيد مبارك وسعيد للجميع، وهذا الوقت اللي كيتزامن مع ذاك العفو اللي كيطرحو هو اللي كيجي في الأعياد. في القانون المغربي كيجي دائما عفو الأعياد. على أي حال، هنا نقول العفو الشامل، عنوان ديال الحصة ديالنا هو العنوان العفو الخاص هو من أسباب سقوط الدعوى العمومية. وقد رأينا قلنا في حصتي السالفة العفو الشامل كهو من أسباب سقوط الدعوى العمومية. كل هذا كيتعلق بواحد الإجراءات وواحد التدابير، وكنا عرفنا بأن المسطرة الجنائية من خلال موضوعه أن ذلك الفرع من القانون الذي تخص قواعده بتنظيم عملية رد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة، فيشمل تبعا لذلك القواعد المتعلقة بالمتابعة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية. وقلنا إن كلمة المسطرة التي انفرد بها المشرع المغربي لا تدل على موضوع هذا القانون، المرتبط مبدئيا بتنظيم الخصومة الجنائية التي تبتدئ منذ نشوء حق المجتمع في عقاب مرتكب الجريمة لحين صدور حكم عليه وتنفيذ هذا الحكم. وكتعرف التشريعات الجنائية العربية ترجمت كلمة بروسيدور بالأجراء، واحد صيغة لتوافق موضوع هذا القانون المتوكل من جملة من الإجراءات، فسمتها قانون الإجراءات الجنائية كما هو الحال في القانون المصري. ويبدو أن الدعوة العمومية هي الوسيلة المخولة للمجتمع في اقتداء حقه في توقيع الجزاء على المجرم، حيث لا يجوز توقيع الجزاء على شخص مهما فعل إلا باتباع إجراءات دقيقة. كتبدأ بالمتابعة عن طريق إقامة أو إثارة أو تحريك الدعوة العمومية، وهو ما يعرف عند شراح المسطرة الجنائية بنشر الخصومة الجنائية أمام القضاء بين النيابة العامة الممثلة للمجتمع والشخص الذي خرق قواعد القانون الجنائي، ومتابعتها بعد إقامتها لحين انقضائها بصدور حكم في الموضوع. ويكون العفو الشامل بطبيعة الحال أنه هو من أسباب سقوط الدعوة العمومية، سكون أبيل لا غراس. مقابل العفو الشامل هو لامنيتي. إذن العفو الخاص لاغراس، ويطلق عليه العفو عن العقوبة أو العفو المولوي تمييزا له عن العفو الشامل. وينصرف أثر العفو الخاص إلى الفعل الإجرامي ليمحوه، تأسيسا على مقتضيات الفصل 2 من ظاهرة 6 فبراير 1958، الذي ينص على أنه لا يجوز إصدار العفو إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة المطلوب العفو من أجله لا مرد له وقابلا للتنفيذ. بيد أن التعديل الذي أجري على هذا النص هو أن إمكانية إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم أصبح نهائيا. والملاحظ في القانون المغربي هو أن العفو الخاص إن صدر والدعوى العمومية منشورة أمام القضاء الزجري، فإنها تسقط وجوبا دون الدعوى المدنية التابعة التي لا تسقط باعتبارها حقا من حقوق الغير، فتستمر المحكمة الزجرية بنظرها إن هي رفعت دفعا للدعوى العمومية. إذن قبل توديعكم أعود لتذكير أهم العناصر التي تطرقت لها
قلنا أن كان العنوان ديال الحصة هو العفو الغاص لغاص، فقلنا هو هذا العفو يطلق عليه العفو على واحد العقوبة، ولا العفو المولوي تمييزا له عن العفو الشامل لامنيسي، وينصرف أثر العفو الخاص إلى الفعل الإجرامي ليمحوه تأسيسا على مقتضيات الفصل جوج من ظهير 6 فبراير 1958، الذي ينص على أنه لا يجوز إصدار العفو إلا إذا أصبح الحكم بالعقوبة المطلوبة أو المطلوب العفو من أجله لا مرد له وقابل للتنفيذ، بيد أن التعديل الذي أجري على الظهير المولوي ديال النص السابق هو إصدار، سواء إمكانية إصدار سواء هذا العفو إصداره إمكانية صدر العفو إصدار العفو سواء قبل تحريك الدعوة العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم أصبح نهائيا. وقلنا أنه الملاحظ في القانون المغربي هو أن العفو الخاص إن صدر والدعوة العمومية منشورة أمام القضاء الزجري فإنها تسقط وجوبا دون الدعوة المدنية التابعة التي لا تسقط باعتبارها حقا من حقوق الغير، فتستمر المحكمة الزجرية بنظرها إن هي رفعت تبعا للدعوة العمومية. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض، أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وعيدكم مبروك سعيد وبالتوفيق والنجاح.